قاعد عم ندور، فانا عم شوف شو عم شوف اذا في ابجريد للكراسي يعني نطلع بزنس مثلا او شيء. فرحت لعند المراه قلت لها في بزنس، اعطيتها الباسبور. قالت لي ليه جايبك كير؟ قلت لها اول مره حدا بيقول لي هيك. قالت لي لا كثير جايبك كير، يعني كثير جايبك كير. قلت لها يعني قد ايه بكير؟ قالت لي طيارتك ب 30 اكتوبر بعد شهر. يعني جاي بس قبل ب 30 يوم بس. انا سمعت هيك اقسم بالله وقف قلبي، صرت اتخيل كلام زياد لو عشنا هون شو حيصير، وين حننام بالخيمه اوصل، شو معنا جوازات، كيف نوصل. اشتغلت شحاد ليوم كامل. يا الله يا الله، ضعت والله. كيف انا هيك فت عاد ادور على تكت تاني، وكيف عدنا نسوي الموضوع ما بعرف كيف لحقت، بس انا كيف حاجز تكت بعد شهر بالغلط مش طبيعي. بتعرف شو المشكله؟ خزوه انه دفعت يعني هالتكت هاي روحها رجعه كلفتني بس قاعد عم برمي فلوسي. هاي شغله غلط، هاي ابصر شوف هون بطل في تيكتس، هون بدك تعال جنب بعض. هاي تيكت كانت بهدله للندن. فمره جاي يعني كان نفسي انه احط ساره مثلا تراقب، بس ساره كانت تعب الموضوع، فحجيب مراقب لاي شيء انا بعمله غلط. لان اللي صار اليوم كان كثير غريب، بعد شهر الحمد لله مرت على خير.